ومن أهل الجزيرة نروح لأهل مدينة نصر ونشوف فرحة الأعضاء مع زميلتنا روزان نصر. برحب بيك كابتن أيمن وبرحب بضيوفك الكرام، طبعا ضيوف الاستوديو التحليلي، وبرحب بكل مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان. ألف مبروك لجماهير القلعة الحمراء، طبعا يوم يعني الفرحة في كل مكان. حاليا معايا متواجد طبعا أعضاء النادي الأهلي فرع مدينة نصر، خليني طبعا يعني أنقل لكم طبعا فرحتهم. برحب بيك طبعا على شاشة قناة الأهلي، قول لي رأيك في أداء المباراة وقول لي رأيك في المباراة وإيه إحساسك بعد الفوز طبعا على سياتل ساوند. الحمد لله، نقول ألف مبروك للنادي الأهلي، نشرف الكرة الأفريقية والعرب، وإن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله نلعب بحماس، نلعب برجولة، والنتيجة عند ربنا بإذن الله. ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، ألف مبروك. خليني أسأل حضرتك طبعا، شايف مين يستحق يكون رجل مباراة النهاردة؟ الحقيقه لا، هم كلهم والله، يعني كان بيرسي تاو قدم مباراه جميله جدا وكان بيضغط عندنا كل اللعيبه، قفشه طبعا برضو لما نزل يعني عمل القضيه ممكن تاني في الدقيقه 88. مارسيل كولر ده مدير فني رائع واختياراته، عنده ثقه في نفسه وفاهم بيعمل ايه، مجلس اداره مستقر ومش شاغل باله بكل المناوشات اللي حواليه ومركز مع فريقه ومركز مع ناديه، ده نادي القرن الافريقي وهو يليق انه يوصل للمستوى اللي هو فيه النادي الاهلي، وده فخر كل افريقيا والمصر كلها والعرب كلهم. شكرا. تحب تقول ايه طبعا النهارده لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي؟ طبعا الف مليون مبروك، وان شاء الله منتظرين الاكتر والاكتر، وده اللي الاهلي عودنا عليه، ان احنا نهزم ان شاء الله ريال مدريد ونوصل للفاينل باذن الله ونكسب كاس العالم عشان يبقى على صدرنا كده كاس العالم ان شاء الله، علامه الكاف. توقعاتك بقى المباراه القادمه ان شاء الله؟ طبعا من لاعب بطل اوروبا معاه مدرب كبير كارلو انشيلوتي، بس ان شاء الله النادي الاهلي هداها ولعيبه النادي الاهلي هداها ومستر مارسيل كولر قده، وان شاء الله الاهلي هيكسب والنادي الاهلي اعظم نادي في الكون. كابتن ايمن طبعا يعني شايف اكيد الفرحه يعني من خلفي عامله ازاي، اكيد بشكرك كابتن ايمن وهرجع لك مره ثانيه. خلي الولد ده يقول كلمه والنبي. شكرا جزيلا للزميلة روزان نصر.